لكم رجعنا لي شباب كل الخير، رجعت لكم فيديو جديد النهارده على حلقه جديده، ورجعنا لكم رجعنا بسلسله ماستر ليج في بيس 2013. قبل ما تبتدي لسه حط اللايك اشترك، مش بتشجع عايزين نوصل الفيديو ده اكتر من 50 لايك، يلا رجاله وشير الفيديو ده على قد ما تقدر لاكبر عدد من صحابك. وخلينا نشوف جدولنا النهارده بيقول ايه ويتكلم عن ايه. عندنا اول مباراه امام ريال بيتيس باذن الله، هنشوفه في مركز الكام، لو اقل من عاشر هنلعبها، لو مش اقل من عاشر او يعني بعد العاشر وكده نعمل لها سكيب باذن الله. عندنا مباراه اشبيليه هنلعبها برده، والمباراه دي تبقى سكيب، ومباراه العوده امام توتنهام وملقا ممكن تبقى اخر مباراه معانا في الحلقه. فا اوكي يلا بينا نقدم شويه. عندنا مباراه ريال بيتيس، نشوفه في المركز الكام، لو اقل من المركز العاشر هنلعبها باذن الله. في المركز ال11 نعمل لها سكيب وخلاص. اوكي فوزنا 3-0 برشلونه، 4-0 يا الله على برشلونه. زي ما شايفين فرق 7 نقط، مش عارف ازاي فرق 7 نقط، بس فرق 7 نقط بيننا وبين برشلونه. مفيش اي عروض جات لنا ولا حاجه، ولا اي حد وافق على عروض. كنا باعتين عروض لكي روبن، روبن ما وافقش، روبن ما وافقش، لسه الباقي فوضات جاريه. لكن روبن اهم واحد اللي بيشوط ار2 من اي حته، للاسف مش راضي يجي. اوكي روني برده نفس الكلام، روني تعثرت المفاوضات، يا الله يا روني. اوكي والكوت لم تنجح، هازارد لم تنجح، كلهم لم ينجح. هو انا هجيب مين بقى، دلوقتي؟ اوكي عندنا مباراه اشبيليه، خلينا نشوف برده اشبيليه في المركز الكام. اتوقع مباراه صعبه دي. اوكي اشبيليه في المركز السابع، فاكيد هنلعبها. اتوقع خطتنا جاهزه، كريم بنزيما مش مستعد بس للقاء، لكن خطتنا جاهزه اتوقع، يعني الدنيا تمام. نخش امام اشبيليه، يلا بينا يا رجاله، مباراه صعبه على ملعبهم ومن بين جمهورهم. يلا بينا يا رجاله نبتدي ضربه البدايه. ادي دروبا، لعب كره واحده كريستيانو، كريستيانو بيلعب لرونالدينيو، حاولت اشوطه بشمالي. لا يا زينيجا، يا زينيجا، فاول ولا ضربه جزاء ولا ايه؟ لا والله فاول، بس جول جول جول. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. خيسوس ما باص ضيعها. روح يا رونالدينيو، كريستيانو، كريستيانو رونالدو، رونالدو رونالدو يا كريستيانو، لسه كريستيانو. دي ماريا، دي ماريا، رونالدو. ايه ده؟ ضربة جزاء. وقعوا دي ماريا، وقعوا دي ماريا، حسبها ضربة جزاء. يلا كريستيانو رونالدو، رونالدو ضاعت 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 يا دون. دي ما تضيعش، حرام عليك يا كريستيانو. يلا هي 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 يا دون، هي هي رونالدينيو. لا يا الله خبطت، لسه لسه لسه. دي كريستيانو، لا فيها فاول يا الله. فيهاش حاجة، فيهاش حاجة، كمل كريستيانو، حط يلا يا دومبا، حط يا دومبا يا كريستيانو. اخيرا جول، اخيرا جول يا كريستيانو. 1-0 على طول في شباك اشبيليه، حرام ما ندخلش جول حقيقي. مباراه عالميه لينا ومؤديين وعمالين نضيع كتير جدا جدا جدا، لكن الحمد لله دروبا بيلعب ليه كريستيانو ما بيضيعش الحمد لله. بوم تدخل في الشباك على طول. لا 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 يا اسطوره، يا كاسياس اسطوره الاساطير. لا أوه. اخطر كوره لاشبيليه، حلوه قوي. يا الله رونالدينيو، يا الله شفت التسديده، شفتوا التسديده، انتوا شفتوها اكيد شفتوها. يا الله على التسديده، مباراه عالميه لكن قدرنا نفوز بهدف واحد بس. برشلونه برضو تزال تفوز 3-2. اوكي مارك رويس ما ممكن يجي ب 15 مليون، مارك رويس تعالى، فل الفل فل الفل، مارك رويس جميل جدا. يلا روبن مش هوافق، يلا دور الله روبن وافق، بعد ما اتفقت مع رويس خلاص 54 مليون. لا 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 لا، تعالى 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 روبن، روبن اهم، روبن اهم. رويس يلعب اي ام اف عادي، لكن روبن يا جدعان، الار 2 الار 2 على روبن يا جدعان حكايه. اوكي في المركز ال 18 الفريق ده، لا 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 نعمل له سكيب، يلا على طول سكيب. 4-0 كويس جدا. برشلونه اخيرا بتتغلب من فالنسيا، اخيرا فالنسيا بتفوز على برشلونه، بيبقى في فارق 4 نقط بيننا وبينهم. يعني نشوف كده روبن معانا، لا روبن مش معانا كده، هننتقل في الانتقالات الجايه بتاعت الموسم اللي جاي، فممكن ما نلحقوش اساسا. يلا بينا يا رجاله، مباراه اللي لازم نفوز فيها، لازم نفوز فيها على على برنابيو. ليالي الابطال، ليالي الابطال، ريال مدريد امام توتنهام في مباراه العوده في دور ال 16، من سوف يتاهل لدور الثمانيه ويثبت ان هو الافضل؟ هل يا ترى ريال مدريد امام توتنهام بقياده جارس بيل؟ عندك هنا رونالدينيو وكريستيانو ودي ماريا ودي دي دروكبا، دروكبا دروكبا دروكبا، حط يا دروكبا، يا ولد يا دروكبا عالمي.
من المستحيل يا ديدي، من المستحيل حاطينه. شوف شوف تحت الضغط تحت الضغط تحت الضغط، بوم 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 بوم. انه المايسترو، انه المايسترو رونالدينيو كريستيانو. بعيد هذا. اوه يا دروغبا، ادخلي 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 يا ديدي يا عالمي يا ديدي. لكن اتحسبت فيهم، اتحسبت فيهم، ما اتحسبتش لديدي دروغبا. شوف 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 شوف، دي ماريا خادع الكل، خادع الكل. بوم حطها له تاني. تدخل تدخل تدخل. شوف خادعة 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 خادعة، حتى خدعتني انا والله، والله العظيم خدعتني. يا ولد يا رونالدينيو كريستيانو. اوه ديدي 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 ديدي، هاتريك المفروض. انا عندي ان هو جاب هاتريك، هو هاتريك حقيقي. الهدف اللي دخله في نفسهم ده مفروض هاتريك. ديدي دروك، بشوف رونالدينيو وكريستيانو عاملين ثنائيه رهيبه. اوه يا دون، من بين اقدام اللاعبين. هدف كله جامد. شوفوا من اول باص، من اول باص رونالدينيو لغايه باص كريستيانو اللي عدى كوبري. يلا كريستيانو يلعب كوره لرونالدينيو اللي ممكن يديله الهاتريك بجد. يلا يا دروبا. ما زالت ما زالت توتنهام في رحله البحث عن الهدف الاول، لكن كاسياس بيشيل. ايكار كاسياس بيقول لهم لا مش النهارده، مش هتسجله النهارده، النهارده مدريد هي اللي هتفرح، النهارده مدريد هي اللي هتفرح بالاربعه في الذهاب والاياب. يا ولد يا كاسياس، تاني كاسياس معانا مرتين، ثلاثه على ثلاث مرات بيشيل. خلاص بيصفر حكم يعلن تاهل ريال مدريد بتالق غير طبيعي من ديدي دروغبا الى دور الثمانيه. برشلونه بيفوز بالخمسه برضو على توتنهام. يا رب يا رب، كل انديه اسبانيا بتحتل. ملقا ملقا في المركز العاشر، اخر مباراه معانا باذن الله امام ملقا. ديدي دروغبا مش مستعد، حان وقت الاسطوره الاخر، حان وقت الاسطوره الاخر كريم بنزيما. يلا يا رجاله، امام ملقا فريق في المركز العاشر بيرزل، فريق بيرزل، فنحاول نخرج منه بالشياكه. يلا يا اسطوره، الاسطوره بنزيما لما بينزل بعد ما بيتالق ديدي دروغبا بيتالق هو كمان. يو كريستيانو. اوه يا ولد يا زنيكا. ملقا ما بيعملوش هجمات لكن مستحوذين، ماتش رزل جدا. يلا بقى، هي هي بنزيما. يا رايم يا رايم، قلت لكم يتالق، قلت لكم يتالق. الفينشر بتاعنا العالم، هو اللي قطع الكوره، هو اللي قطع الكوره ولعبها كريستيانو. كريستيانو قال له خد يا كريم، خد يا كريم، اضربنا وسمعنا. سمعوا 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 في العرضتين، راحت في العرضه الاولى وراحت جول. عند كريم دايما الحل، عند كريم دايما الحل. الماتش مقفل، مش عارف تزق. ها ها ها، يلا. اوه حطها له في التسعين دي يا بنزيما. والله كان هيلم الحارس. يلا رونالدينيو يا ولد، اسطوره. يلا كريستيانو ما تضيعش ما تضيعش، كريستيانو ما بيضيعش. ورونالدينيو اسيست خيالي لكريستيانو، عاملين ثنائيه زي ما بقول لكم، عاملين ثنائيه جباره. اوه يلا سنة بنزيما 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 يا بنزيما. والتاني على الاسطوره، على الاسطوره كريم 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 بنزيما جول. اه يا بنزيما الهاتريك، هاتريكها هاتريكها. اوه يا بابا انا وتاخد ابدا، من كتر عظمة كريم بنزيما الواحد مش عارف يتكلم يقول ايه. انا بلا حل بلا قال اي كلام. الحمد لله بنقدر نفوز على ملقا في مباراة صعبة جدا حقيقي، لكن الحمد لله قدرنا نفوز في الشوط الثاني وسجل ثلاثة. وبرشلونة ما زالت بتفوز، اتلتيكو بتتعثر، فالنسيا بتبقى في المركز الثالث. فهي اربع نقط بيننا وبين برشلونة، باذن الله الحلقة الجاية هنلعبهم ان شاء الله نفوز عليهم يعني، ونخلص الفرق لنقطة واحدة بس، واحدة يعني، اي تعثر ليهم بقى خلاص هنفوز باذن الله بالدوري. فبس يا رجالة، اتمنى كل فيديو عجبكم استمتعتوا بيه، زر اللايك، اشترك، تشترك، كان معكم محمد نبيل فاعمل لنا، اشوفكم على خير في الحلقة الجاية.